الحلقة. هلا رح نبدأ بالكويز تاعنا، ومسابقة اليوم هو هل تربح أمام محمد حرب فيجو؟ رح نسأل أسئلة عن جون بارنز شخصيا لمحمد، ويعني سؤال لمحمد وسؤال لجون بارنز، زي ما عملنا مع ديفيد أوليري، زي ما عملنا مع ليز فيرديناند، ونشوف مين راح يفوز. طيب لحظة على القرن نقوم جلسنا ليه؟ هلا طبعا جون أليس هذه تحديات محمد. هلا ديفيد أوليري ما قدر يفوز على محمد حرب، كمان ليز فيرديناند ما قدر يفوز على فيجو 29. هل جون بارنز بيقدر يفوز على محمد حرب ولا لا؟ جون انت مستعد؟ Well, I don't know if you will be able to understand the questions because the interpreter is not asking the problem. That's what Les Ferdinand said to me. He asked different questions than you asked. Oh. ساعد. No, I asked the right questions this time. ساعد لا تساعد. Let's go. I'm ready. أول إشي حرام عليك إنه تظلم الناس بس أحط الحلق. دقيقة شوي. لا أعطيني. السؤال الأول رح يكون لمحمد. محمد، هل أنت مستعد؟ اسألوا لبيبة بدي أسميك. اسألوا. كنت تحضروا الكرتون؟ اسألوا لبيبة. خليها عم حمل لي. ضد أي فريق كان ظهور جون بارنز الأول عندما لعب في صفوف واتفورد؟ واتفورد. أها. ضد أي فريق كان ظهور جون بارنز الأول لما كان يلعب مع واتفورد؟ أوف يا سؤال. مستحيل جاوبه طبعا. سألوه عن ليفربول أو شيء بس. لا. عن جون بارنز إحنا نتكلم مش عن ليفربول. وجون بيضحك ها. His debut. الدبيوت مع ليفربول كان ضد اوكسفورد. لا his own debut. That's not the question. I know the question, so you can answer what you want to answer. Answer the question. في عندك جواب ولا ما عندك؟ ما عندي جواب هاي. محمد. بتعرف الجواب بجون؟ Is it my full debut or when I came on as a sub? Just the first time. Full debut. Full debut for the whole game or my first debut was for 13 minutes? أول مباراة لعبتها. What? Yes, صح. Exactly. Oldham Athletic. صح. Oldham Athletic. Yes. محمد. سوري إنه ما فزت نقطة بس بتعرف أصلاً هذا الفريق Oldham Athletic. بعرف. بتعرفه. أوكي. Have I won? لا. هذا سؤال أصلاً. هذا سؤال محمد. Like Alex Ferguson, look at the clock. Finished. Hand over. You are finished with us. Okay, go on. سؤال أول لك جون، كم كانت النتيجة في تلك المباراة؟ Easy question. لا كيف easy؟ لا مو ايزي. 3-1؟ نو برضه جون خسر. محمد تعرف جواب؟ 0-0؟ لا 1-1، هي نتيجة يعني تعادل بس إيجابي 1-1. Did he get it right? No. Yeah. No. لا, no. So 0-0. Nobody got some. Yeah, but look, if he got that right, no. If he did, it would have been a guess. لو كان هذا تكون ضيف تمنحه النقطة حتى المباراة. So how could he get that right? كيف تكون نتيجة صحيحة؟ 0-0. Is it finished now? لا. محمد. محمد سؤالك بيقول كم المقابل اللي دفعه ليفربول للحصول على خدمات جون بارنز؟ 900,000 ستيرلينج باوند. يعني بالعربي 900,000. برافو عليك. اوه هاي اول جواب صح. 1 point. لا مثل جون بارنز 900,000 باوند. هذا بال 87 بال 85 87. يعني كم ممكن يساوي؟ That was in the 50s. That's a long time ago. هذا كان في الخمسينات. يعني كثير الأموال. 2.1 مليون. كلف 2 مليون أو أكثر. كان أكبر انتقال في إنجلترا ذاك الحين. يعني الحين نقدر نقول تقريبا 40 مليون. ها؟ 9 مليون. لا. سعره الحين 40. لا في مهارته يوصل 40 أو 50. I think 9 million is alright now. 9 ملايين حاليا الان. عمري 48 ووزني اكثر. اعتقد انا السمعي سيكون كافيه. 90 كيلو هذا هو السؤال. قديش وزنك؟ لا بمزح. السؤال بيقول لك كم عدد الاهداف اللي سجلتها في الدوري خلال عامك الاول في انفيلد؟ اول موسم. لا حد يغشش يا شباب. ما حد يغشش. لا غششوا بالعربي ما يعرف. لا يا انت مع محمد ولا مع مين؟ 15 جون. ايه صح 15. مظبوط. لحظة يا شباب ليش تغشوا؟ Why are you disappointed؟ لماذا أنت منزعج؟ ليفربول يقضوا على محمد. وأبيكم محمد. Because I want him to win. لا بمزح. Listen, she asked me the question, I got it right. سألت السؤال وأجبت عليه ثم بعدها حزينة.
واحد واحد نتيجة واحد واحد يلا سلي محمد أوكي واحد واحد نتيجة تقفل إلو عشان جواب صح بس I'm disappointed أو خاب أملي لأنه غششك ما عرفتها لحالك صح ولا أنت عرفتها لحالك Who helped me قال بالعربي لا 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 بعدين قالها بالانجليزي قالوها I don't speak Arabic لا in English he said لا لا لقد قالوها بالانجليزي طيب مش مشكلة على كل ألف مبروك like Alex Ferguson طيب سؤالك يا محمد بيقول كم عدد المباريات اللي خاضها جون في الدوري موسم 91-92 تيك تاك لازم اجيب هاي الساعه اللي طلع تيك تاك تيك تاك صح 91-92 اها 12 مباراه برافو محمد هو 12 مباراه 12 مباراه 12 ماتشز موسم كامل لعب لي 12 مباراه 91 كان مصاب وجاب هدف واحد بس ده وانا وزنجر Yeah, وجبت واحد هدف واحد صح؟ Yes, one goal that season. Why are you asking questions like that? Why do you ask questions when I'm not the national player? لماذا تسأل أسئلة عندما كنت بحال جيدة؟ لحظة لحظة بس عشان نذكر الناس من النتيجة حاليا اثنين واحد لمحمد okay. وإذا جاوب إذا جاوب صح بيصير تعادل تعادل بيبقى سؤال bonus question tie break okay. سؤالك جون بيقول في أي مركز أنهى ليفربول الدوري في هذاك الموسم؟ 91-92 يلا تيك تك تك يلا 91-92 fourth no غلط محمد بيفوز لا she's happy she's happy I haven't finished yet did I say fourth I never meant fourth I meant sixth صح بس مين غششك خلاص يا جماعة لا انت قلت لا لا انا الحكم انا الحكم حكاله سائل سائل بتغششه خسر خلاص my questions were harder للاسف ما هي عشان عم بيحصل سؤالي كان اصعب ما انا قلت لك رح يكونوا اصعب عشان يعني المفروض تكون انت ملم بمواضيعك وحياتك الشخصيه على كل للمره الثالثه محمد بيفوز محمد حل اسالوا لبيبه لا احد يضاهي لا 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 خلينا بس عشان على طول قال تشيت على طول طيب عموما بس عشان نعرف محمد محمد ضيف دائم على برنامج بيوتيفول جيم على اساس تعرفون عليه الشباب اكيد الناس بيعرفوه اكيد بيعرفوه بس لا على اساس لا حد يقول ان احنا قاعدين نعطيه الاسئله وشيء محمد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله يعتبر انا بالنسبه لي شخصيا يعتبر موسوعه ما شاء الله شكرا. موسوعه في الدوري الانجليزي الممتاز من ناحيه المعلومات من ناحيه مش بس في الدوري الانجليزي انت بتشوفه على تويتر ايش بحط اذا انت بتشوفه على تويتر